الله يمسيكم بالخير الدول العربية. الله وإن شاء الله الله يهدي البال. وإحنا احتسبنا أمرنا لله. إن كنت في معانا إحنا انظلمنا. إحنا لا بدينا ولا على حواحنا. إحنا ما إنا خاص بكل هاللي صار. إحنا شعب غلبان. إحنا جعان. إحنا مش بناكل لكن ناكله. أنا عندي بنت الله أكبر الله أكبر على كل ظالم على كل شعب ما بيقف معانا. على كل واحد ما بيقف مع الشعب الفلسطيني. أنا بنتي 48 سنة معاك بحط لها المنبص ما لقيش منبص أحفظها لحد الآن بنتي وأنا وياها ما ذقناش الأكل. الصبح ما أكلت ولا شيء. عدتش بالله على أحد اللي ما بالخال لحد الآن لا مي ولا شاي ولا حليب ولا أكل. والله الذي لا غيره ولا سواه. أنا بطلب منكم الشعب الفلسطيني تقف معانا. أمان في رقابكم. إحنا أمان في رقابكم. إحنا أمان في رقابكم. احنا امانه بركابك. احنا في هذه الجمعيه في الجامعه هذا اللي يكون معاي الكليه. انا في الجامعه الكليه لا عدا عين بجينا ولا اكل بجينا ولا شرب بجينا. وحتى الشعب هم بيسرقوا الاكل وبيسرقوا الشرب وبيسرقوا البطاطس. قولي لي حجه انت بتقولي انك موجوده في الكليه ما بيجيكي اكل ولا شرب؟ ما بيجينا حاجه والله بشت لحتى الان. والله الذي لا غيره ولا سواه. وحياه اللي نزل القران في سدر محمد لحتى الان لا مي ولا شاي ولا اكل. بنتي اكلت ومعاك وانا بسقيها علاج. انا بسقيها علاج مسكنات عشان تنام. وبنتي بتتشنج ومعاها تشنجات. ما فيش والله ملاقي لها العلاج. هي علاجات وانت مش لاقياها؟ والله ما انا ملاقي لها العلاج وخلص علاجها. مشترى بشتري لها المنبس بشتري مشترى. والله غير من ايدين الناس من هذا الشكل من هذا الشكل. الم لبنتي بس اجيب لها المنبس. احنا متجهين عليكم. الله معاكم يا الشعب الفلسطيني. أمانة تقفوا معانا، أمانة معانا، إحنا أمانة في رقابكم، والخلت الأمانة ربنا يخونكم، اعتبرونا إحنا أمهاتكم، اعتبرونا إحنا خواتكم، اعتبرونا إحنا من عيلتكم، أمانة تقفوا معانا، أمانة تقفوا معانا، حلفناكم بالله، حلفناكم بالله. أنا الشراح حسين مهرة، أنا الشراح حسين مهرة من جبال البلد، وخذونا هال وقعت على العرباي ولحد الآن إيدك وقفت على كتفي ولحد الآن إيدي ما بقدر أشيلها ولا نام ورجلي تجلطت وإيدي تجلطت لحد الآن مش ملاقي العلاج المسكنات إني أنا أقف وأتعالج عليهن. مش لاقيه مسكنات حتى لايدي؟ والله لحتى ما نملك المسكنات لايدي. والله من الجنان اخذت حبتين حبوب الليل اللي قبل هذا اللي مات. لحتى الان ما بقدر انام من ايدي، ايدي وقفت عن الثانيه. ما قدرتش اجي على المستشفى من قله المصاري اتحكم. امانه تقفوا معنا الشعب الفلسطيني. امانه انا طالبه على الله وعليكم وعلى ولاياكم وعلى امهاتكم وعليكم. حلفتكم بالله يخونكم اذا بدكم تنسى العهد. هذا أمالي في صدرتكم تقفوا معايا. أنا حزين جوزي أنا أرملي ما إلي حدا إلا وجه الله الكريم. تقفوا معايا بتدعموني لو بأي حاجة تعطوني أي حاجة. تقفوا معايا. وأشكر أنا الدولة الفلسطينية إذا بدها تقف معايا. الله يقويك ويعطيك ويغنيك ويغنيك. إن شاء الله شفناه ما شفوه. إن شاء الله يا رب توصل رسالتك. شفناه ما شفوها.